نتحدث قليلا عن الاحتلال أو الغزو التركي لمناطق شمال شرق سوريا لمنطقة عفرين ذو الطابع الكردي بادعاءات باطلة، وكانت هناك مقاومة قوية من قبل أهالي المنطقة، ولكن في النهاية اليد الاحتلال الذي تم احتلال المنطقة من خلال الطائرات والصواريخ، لقد وقع ظلما كبيرا على هذه المنطقة، حيث هاجروا بالجملة من المنطقة خوفا من الإرهاب والقتل والدمار، والذين بقوا في بيوتهم وقع عليهم ظلما أكبر، خاصة على النساء، حيث المرأة دفعت ثمنا كبيرا في هذا الاحتلال، وكان هناك اغتصاب وقتل وتشريد وانتهاك لحقوق الإنسان. وبعد سنة كاملة تم احتلال منطقتي سرك، يعني رأس العين وكريسبي تل أبيض، بنفس الطريقة وبنفس الوحشية، حيث تم تهجير المنطقة كاملة والتغيير الديموغرافي لأهالي هذه المنطقة، وهناك رفع العلم التركي، تغيير المنهج كاملة. وهنا نحن كحقوقيين ومحامين في شمال شرق سوريا نندد بهذا الاحتلال وهذا الغزو التركي، ولكن هناك سؤالا نطرحه دائما على المنظمات الدولية والحقوقية ومنظمة وهيئة الأمم المتحدة، لماذا هذا الاحتلال وهذا الضرب وهذا التهجير وهذا التغيير الديموغرافي؟ نحن والسكان الأصليين لهذه المناطق تاريخيا، فمناطق منطقة عفرين وكريسبي وسرك يعني هي مناطق سورية أصيلة، ويتواجد فيها كل القوميات، القومية الكردية والعربية والأرمنية والتركمانية. نحن هنا نعلي صوتنا عاليا لسماعها من قبل هذه المنظمات. لماذا هذا الصمت أمام هذا الاحتلال الكبير، هذا الظلم الذي وقع على الشعب؟ الدولة التركية تقتل أبرياء المنطقة وتهدم البنية التحتية لمناطق شمال شرق سوريا بطائرات مسيرة، وللأسف الشديد لن نرى أي دولة تنادي بحقوق الإنسان تقف بجانب هذا الشعب. الظلم وقع على المرأة بحد ذاته وبشكل خاص، المرأة هي التي تقوم بواجباتها أمام أطفالها، عندما المرأة لن يكون لها معيل ولم يكن لديها عمل فيقع عليها ظلم مرتين، هناك اغتصاب وهناك قتل وهناك تشريد، وهناك الأم لما ترى زوجها مقتول أمامها وترى طفلها مقتول أمامها، فما هو الحالة النفسية لهذه المرأة؟ لا تستطيع أن تعمل شيئا، رؤفا بالمرأة وبحالتها وبوضعها، نتمنى من كل الحقوق الإنسانية أن تقف بجانب المرأة الذي تم احتلال مدنها وقتل أبنائها وتشريدها. أين منظمات حقوق الإنسان؟ نحن كاتحاد العام في شمال شرق سوريا وكحقوق الإنسان وكناشطات نسائيات ننادي ونطالب الحقوق، عفوا نطالب جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية أن يعلو صوتها، وأن توقف الدولة التركية أو الغزو التركي عن هذه الانتهاكات الذي تقوم بها في مناطق شمال وشرق سوريا. المرأة يقع عليها ظلم مرتين، يجب أن نقف بجانب المرأة. المرأة لا تقصر، تدافع وتناضل من أجل وطنها، من أجل بلدها، من أجل أبنائها، هنا يقع الظلم عليها كثيرا. ونحن نعرف أن عندما يكون في مناطق الاحتلال هناك دولة محتلة في المناطق الاحتلال، يكون الظلم على المرأة أكثر ظلما من على الرجل، ولكن الظلم هو الظلم. أنا كامرأة وكناشطة نسائية وكاتحاد العام لحقوق الإنسان نتمنى أو نرجو من هذه المنظمات التي تنادي بحقوق الإنسان أن تقف بجانب
المرأة في مناطق شمال شرق سوريا المناطق المحتلة. لسر كارو خباتي جن وزاروكا ساكن انت قمتي ده اجد حزارو نوزاتة دما دولتا تركي ريشي باجاري مكر راسي قتل عما قوة تكرن هري بيتر لسر جن وزاروكا تكرن اشكنجيا قوتي مشاندن بن هرمي داقر كرني ده ام بين سر زماج ده حزارو حجزات دما عفريني داقر كر حتى بردوام كرنا وان سريكاني وغري سبيد هريكو كمكوجي ودر حقيقي وان تيما شاند براني جنو زارو تعذيب جناتي كرن كشتنا جناتي كرن اغتصاب كرنا جناتي كرن جم كارتين جبو وسيلاكو متعاخوي دولتا تركم فصائلي غري داي وان دهم حمو فصائلين كو چتا دا قد هرمي باكور وجاتي سوري هري داوي دا خود من سيا دولتا ترك و صفتا كو هريكو بناوي رنگي كي خود كي تيبت انا بين سر زمان گو نه حقيقه زيده لسر جنتي كرن جيني گو صلابو خدي جيبون خدي جوار بون ديرو كه خوب خن نويسان دبون اما ام دبن ايرود بنوي حرم دغ كرن تي تعذيب كرن تي كوشتن تي اختصاب كرن لبر رايا دنياي گشيده هر كس لي تماشات كو بيدن دبن بيدن دبن هر يا ترى گو او حرم بن دغ كرن داعش و دولتا ترك فصائل گريداي بيج افجي نرينه كو نابنه تهوي ارینی دکش دولت آتر گوهیم بیتر درباری وان هریمان ده نحقیل جنا ده و داگر کرنی بکر کنکوجی بکر و گوهرتن آده مغرافی و اساسی و هریمی گو ای رسن گولی تی جیاند کرن افجی تیخ واتایی گو هر کس ایدی باتفاقی با دولت آتر گو دستک ایدیده هین روژانا اف کریاری خو هین زیده بکر لحریمی مده راستی گو بویاری گو تی کرن لوان هریمی مد تیبت انبین سر زمان عفرینی سریکانی گری سپیده پر اشتیک شاندن پر ملتی وی ای رسن ملتی وی گو اساسی گول وی هرمی ده امبین سر زمان مینا گو سریکانی ده ملتی کرد جماری وان هر در کیم ده تی بجن تی ده کیم جماری وان ده امبین سر زمان گو بری سال که جماری بکاته کرد کسایت نمالباتی کسایت چلو پینج کسان آداکتی قی قدر گو سی کسی آمانی آنمان کسایت تنه گو الهندری باجر دمانه جی عینی تیجی بکاته سریان گو الوی دکات هات جیان کرد اون جمار کیم بو یعنی هر در جماری وان بری ام بین سر زمان سر پانزه کس کسایت او جلور او جی جماری وان هر در بدگر کیم دی بی یعنی تنی هنک بکاته این عرب گو ای رسن جی نه اساس الوی هرمی دن ام بین سر زمان جعراقی آنی هندری سریکانی بجی کرن جبن هرمی گود هندری سوری ده شرلی هنی اوان آنی سریکانی بجی کرن فصائل انگریدانی كتيبة سلطان مراد فصائل دينين قشتي ده دوي هرمي ده بجي كرن اما تور ببين تماشا بك انسان خلق اساسي دربي ولات خوجيان ديك كوجبر بوي بزور زحمتي جيان ديك جوجل نوي هرمي ملك مال وام جهاتين كرن افتي واتي اتفاقيات هبش بفدورن سياسات دولتا قول همبري جلين هرمي تيبت بو كارتين غوديسا هرتم ايشاوي جنه هر تیم گو ایرو رو مثلا گو جنک نکاره به بچان دخواه لوی دکا جیان بکه جنک نکاره رنگ و ریباز جیان اخواه بری داگر کرنی جیان بکه نکاره تیبت انبینن شورش آمه شورش جنهی زمان دایی که اساسه میناک انبین آنال سریکانه گو زمان رسن گو اپیتی خوندن زمان دولت ترکه زمان کردی لیتنه زمان عربی لیتنه قدخه بونا زمان اساسی گو ایوی هرمی گولی جیان دکر لبر قدخه ایلی زمان فرمی گول ویدکاتی تدریس کرن و جیان آن پرانی به زمان ترکی ایدی تی واتای حتی دایی که گو زارو که کوی هبه خواه چان دخوای اساسی زمان دایی که فیری بونا زارو که خوابه که اوشی لیتنه نحقیه گول وی وی گلیل وی هرمی تی کرن راستی ام بجن سر زمان دا جی پیویسه اموک جن حمو جنین جهانه و تیبه جنه گو دباکر و جات سوری ده جنین عفرین جنین سریکانی جنین گریه سپی ده هم جرابلوس باب عزاز اف گو هرمی بنده کرکرنا دولتا ترک ام هیم بیتر تکوشیم بکن هم بیتر ام دا کفن قادا ام هر تم دوزا قضیه رزگار کرنا هرمی خوش بنده کرکرنا دولتا ترک و فصائل انگریدهی پیده یعنی ام گو جن ایدی هلوست خوهیم بیتر
نشان لكن وهين بلان اتفاقيات الدولات او هين برفرها بفلسر هريم ويلو عفريني وسري كاني وجريس بيبي وجراب سباب عزاز ويروجك ني دولة تركي بهريم يدنيجي بفكره وهريم يدنيجي داكت نتني سوري دربي سوري دا اري ام بين انا براني ام سوري قويرش تيكرين داكت كريبوي دولة تركي الحمو هريم الدنيا دا ويريش بك يشبو ويجي بيوست هالوسي تفاهي جنا بيك بي. نرین جنا یک به ام وک جن دنگی خو بگین جنین گو ناب نتوی ده گوش بو دوزا قضیه جنا یش بو قضیه ما فی جنا ام پبدور بگین یک نرین یک هلوس گو ام پبدور الی کاربن دا کر کرن جوین هریم خو خلاص زما تا کر کرن جریم ما ته خلاص کرن تی وا ته گو او هریم تواهی دنیا و به آرامی و جانک خوشی ته ده به جان کرن طبی ام بین سر زمان هری داوی ام خو سر کانین ایشو المی ما پر زحمت اجی کچک جوی سریکانی پیکاتی وی سریکانی ده گوی رو ام دبین تماشات کن لسر راگاندن او سر تشاد گو مالی ما بوی جیواری دولت آترک تیبت مالا ما آنا بوی کتیبا سلطان موراتی ده جی اکی دینه ده گو دکانی ما کرن جی فروتان خوده یعنی ام دبین دموغرافیا گو مالی ما روژانه تی گو هرتن روژانه گو کار کرن صفت ملتی نه ملتی وی دکاتی جیان کرن افخا امروجانه زحمتی دی بین امروجانه گلین هریم گو کوجبر بونه راسه گو ام کوجبر بونه ام دروی و ولات خون ام دروی سر آخا خون بس کلی کلی هوی ما گو ام وگن سر آخا خا کلی کلی ام دخواز دکن گو گلین سر کانی وگن سر جیوار خو جیان بکن گو وار میتانیای گو دموگرافیا سر کانی تواهی دنیا نازکه جغرافیا سریکانی نموده بوج بو سوری گشی تواهی پیکاته وی کرده وی عربه وی چیچانه وی یزیدی تواهی پیکاته وی پفدور جیان دکر با آرامیه یعنی اف نموده جی که تواهی سوری ده بو براستی تی دولتا ند خواستن که اف نموده جا گل سریکانی یا العفرینه یا دردنه که ملت پفدور تی جیان گر تواهی پیکاته وی دخواستن تبلهویه چکن دخواستن گو گلی و ایدی دوری ولات خوکه گلی و دوری آخا خوب بس ام دوین گو جنک ما به کالک ما به بزاروگه که ما بشی گو امی دوزا قضیه خو بکن امی وگرن لسر جیوار خو امی وگرن لباجار خو چاو آنا ام دوزا قضیه خو دکن الا امی روژه که وگرن لسر جیوار خو لسر اکانی گو ام لیجیان بکن.